خلينا اسال يعني عشان بس يبقى في اسال دكتور سعد الدين الهلالي. دكتور سعد اهلا بيك. مرحبا استاذ وائل، اهلا بسيادتك. دكتور سعد، يعني انا بوضح لسال قضيه يعني لا تتعلق، ما فيش فيها الجانب الشخصنه قد ما انه ربما كمان انه القدوه وانه رئيس الحكومه ووزير الداخليه يعني لا يمكن القبول حتى بان يصاب الحج منهما بهذا البطلان اللي بيتحدث عنه الدكتور احمد كريم. لكن في المقابل حضرتك اكدت انه الحج صحيح، لماذا؟ الو، انا سامعك دكتور سعد، اتفضل. سؤالي انا باكد تاني انه انا ببتعد عن الشخصنه، اللي بيهمني انه نوصل الجانب المعرفي للناس، بالاضافه كمان انه لا يمكن القبول بانه رئيس الحكومه حج يصاب بالبطلان كما وصفه البعض، ومعي الدكتور احمد كريمه يقول انه حج رئيس الحكومه ووزير الداخليه باطل لانه فوجئ بهما في صلاة العيد مع رئيس الجمهورية ووصف حجهما بالبطلان. هل الحج باطل ام صحيح؟ اولا تحياتي للدكتور احمد كريمه كتير، وهو استاذ الفقه المقارن. بارك الله فيك. ان دراسته للفقه المقارن يعني هتريح ناس كتير، لان الاراء الفقهية جاءت لخدمة الناس. سيادتك تعلم ان ليس من حق المسلم انه يفتش على دين المسلم الاخر، احنا مش بنعمل محاكم تفتيش دينية على بعضنا، كل واحد بيفتش على دينه بنفسه، ولكن عندما يستفتى الانسان يجيب، فليس من حقنا ان نفتئت على رئيس الحكومة او اي حاج من الحجاج ونحكم على حجه بانه صحيح ولا باطل. اسيب ده لربنا يعني. شؤون الاخرين. صحيح، لكن في حال سؤال رئيس الحكومة او سؤال اي حاج ويقول يا جماعة لو أنا فعلت كذا هل هذا جائز أو غير جائز، هنا وجب على أهل الذكر التدخل ويقولوا جائز أو غير جائز، صحيح أو غير صحيح. بناء عليه في حال طرح القضية وسؤال رئيس الحكومة، هو أولا لم يحج لنا وإنما حج لله، فليس من حقنا أن احنا نتدخل في علاقة الإنسان بينه وبين ربنا. لكن لو هو سأل وبادرنا وسأل وقال هل ما فعلته يبطل حجي او لا يبطل، فسنجيب بالاتي بقول الله عز وجل: اذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. فربنا يذكر ترتيبا في زمن، ما قالش بعد لما توقفوا في المزدلفه او المشعر الحرام تنتظروا الى نصف الليل مثلا، او تنتظروا الى الفجر مثلا، او تنتظروا الى الصباح مثلا، وانما قال ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله الرحيم. روى الامام احمد حديثين، حديث رواه